alaikum. I am Simra Rehman of class 5. Did you enjoy the performance? After all, success is 1% inspiration and 99% perspiration. Let's see what the children of class 3 have learned. Rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Tuba Hassan. أنا طالبة في جبريل انترناشونال سكول في الصف الثالث البداية. أريد أقرأ عليكم حديثا نبويا شريفا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. رواه البخاري ومسلم. جزاك الله and thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.